ومعنا هاتفيا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري قرب معبر رفح. كريم، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك الآن، وأيضا دخول الشاحنات المساعدات وشاحنات الإغاثة والوقود. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني بالفعل مجهودات مصرية كبيرة على الجانب السياسي والدبلوماسي، بالإضافة أيضا لهذا الضغط الشعبي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. بدأت ببداية الدفعة الأولى التي دخل فيها 20 شاحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، وأيضا شاحنتان من المياه دخلوا بالفعل الى قطاع غزه ك يعني نسبه صغيره من فكره التضامن مع الشعب الفلسطيني، او كخطوه اولى بالنسبه للدوله المصريه في ظل بالطبع تاريخ طويل من التضامن الشعبي والسياسي بشكل عام. يعني حسب العالميه فان ما دخل الى قطاع غزه يعني بعد هذا الطبع الضرب الغاشم من الاحتلال الصهيوني على المستشفيات وعلى الاماكن السكنيه هو فقط 3% من احتياجات القطاع الحقيقيه من المستلزمات الطبيه والمواد الغذائيه وغيرها. وايضا عن جزء الشاحنات التي تحركت الى معبر رفح المصري، هذه الشاحنات دخلت من اجل ان يتم فحصها والتصديق بها لمعرفه ماهيتها. كما ذكرنا من قبل، كنا ذكرنا ان 20 شاحنه كانوا 13 شاحنه من المستلزمات الطبيه والادويه، وخمس شاحنات من الادويه، وشاحنتين من المياه. لذلك يتم تصديق هذه الشاحنات دخلت منذ ساعات، لكنها لم تصل الى قطاع غزه حتى الان، ما زالت داخل المعبر ما بين معبر رفح المصري ومعبر رفح البابا الفلسطينية، لكن لم تدخل القطاع حتى الآن. وما زال بالطبع الجميع ينتظر دخول هذه المساعدات وباقي المساعدات بشكل عام. تحدثنا أيضا اليوم يعني مع سائقي النقل هذه السيارات التي تنتظر منذ أيام عديدة لدخول هذه المساعدات للجانب الفلسطيني. ما زال الحماس مرتفع ومعنويات مرتفعة، إلا أنك أصابتها من قبل بعض الإحباط لعدم تأخر دخول هذه المساعدات إلا بعد دخول هذه الدفعة الأولى، وبعد المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية والضغط الشعبي يوم الجمعة السابق. يعني كانت هناك ارتفعت الآمال قليلا بدخول هذه المساعدات، وارتفعت أكثر بدخول باقي المساعدات لقطاع غزة، على أمل أن يكون هذا ولو جزء بسيط من المساعدة والتضامن الشعبي والحكومي وأيضا السياسي المصري الفلسطيني. نعم، كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري قرب معبر رفح، شكرا جزيلا لك.